بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من وجهة نظر. اليوم تسمحونا نوقف عند قضية بجوز كانت خلال الأيام الماضية متعلقة بالعلاقات الأردنية الإيرانية. وطبعا احنا بندرك دائما طبيعة الأردن، بلد لا يحب الصخب ولا يحب التصعيد ولا يحب الذهاب بالأمور إلى حيز أو إلى مساحات من تبادل خلنا نسميه الاتهامات والردح السياسي والآخري. طبيعة الأردن بالتعامل مع القضايا ومع الأزمات ومع الملفات دائما تتسم بالعقلانية والهدوء. طبعا هذا لا يعني غياب الحزم في التعامل مع الملفات، لكن ليس بالأسلوب المعارك الإعلامية والحديث الطويل العريض، إنما يوضح وجهة نظره، لكن تحتاج الأمر إلى حزم وإلى موقف. بالتأكيد دائما الأردن بيدافع عن قضاياه وعن مواقفه بطريقة يعني حازمة وقوية. بالعلاقة الأردنية الإيرانية، الإيرانيين بآخر فترة كانت الآخر واحدة من أشكال الاستفزاز الإيراني أنه في أحد المسؤولين بالخارجية أو ناطق باسم الخارجية الإيرانية أدلى بتصريحات متعلقة بتصريحات جلالة الملك لواشنطن بوست حول إيران كان الأسبوع الماضي. فتحدث هذا المسؤول الإيراني عن تصريحات جلالة الملك وعن الأردن بشكل مسيء وبشكل لا يليق الحقيقة، وما في يعني نوع من الكياسة ولا بالحديث السياسي بالموضوع. طبعا الأردن بتعرفوا الأردن بعلاقته بإيران علاقة قديمة، والأردن كان يدرك منذ أن جاء ثورة الخميني في نهاية السبعينات كان يدرك أن هذا المشروع مشروع فارسي. صحيح أنه مغطى بغطاء ديني وبعمامات سود وبآيات الله، لكن في نهاية المطاف هو مشروع قومي إيراني، مشروع قومي إيراني فارسي بشكل أو بآخر. ولذلك جزء الأردن لما وقف إلى جانب العراق في الحرب العراقية الإيرانية كان موقف الأردن ليس لأنه لديه ثأر مباشر أو لديه قصة مباشرة مع الإيرانيين، إنما لقناعته أنه كان لابد من وقف يعني هذا المشروع الفارسي منذ بداياته. وكان هذا الأمر لأنه لو ترك منذ البدايات عقلية الإيرانيين وعقلية الحكم في إيران عقلية توسعية، عقلية باحثة عن النفوذ، باحثة عن التواجد في أكبر مساحة ممكنة من الإقليم ومن المنطقة بشكل أو بآخر. يعني ما تخلوا لما كانت إيران بعهد شاه إيران السابق كان يسمى شرط المنطقة، وظلت الدولة الجديدة أيضا تفكر بنفس الطريقة لكن بأدوات مختلفة وفيها طابع الدين. طبعا إيران من يوم ما إجت أخذت بموضوع الفلسطين ومناصرة القضية الفلسطينية. طبعا هذه أي حكم في العالم بأخذ بهذا المسار، حتى لو ما عمل إشي لفلسطين تلقائيا بحظى بقبول في الرأي العام، وهذا اللي فعلوه الإيرانيين منذ البداية في هذا الموضوع. لكن الأردن ظل عنده هذه القناعة، لكنه بنفس الوقت كان حريص أنه ظل أنه هنالك يكون علاقات حسن جوار بين العرب وبين الإيرانيين. هو الأردن بدرك جيدا أنه إيران بلد موجودة إلى جوار العرب، لها حدود مباشرة مع العراق، لها حدود مباشرة مع دول الخليج وعلاقات قوية في يعني في نوع من التواصل والجوار اللي لا يصلح معه إلا الحوار وإلا الحديث يعني المنطقي والعقلاني وتبادل المصالح، وليس العقلية الإيرانية اللي كانت تقوم على نوع من محاولة توسيع النفوذ وزراعة مخالب في المنطقة لمصلحة إيران. ظلت هذه العلاقة موجودة، لكن الرؤية الأردنية كانت موجودة بالتعامل مع هذا الموضوع. وكلما وجد فسحة في الحكم الإيراني، يعني فترة لما إجا خاتمي رئيس الجمهورية في النصف الثاني من التسعينات في عهد الملك حسين رحمه الله كان في انفتاح أردني على إيران بشكل جيد، لأنه الأردن شعر أن الحكم في إيران ربما يكون، وكان يوصف خاتمي بأنه معتدل، أنه ربما يكون الحكم في إيران لديه رغبة أنه يقترب من العرب بشكل كويس، يكون عنده أدوات انفتاح واعتدال جيد. وكان تم فتح خط إيران مباشر بين عمان وطهران ب98، وكان في زيارات، لكن إيران ظلت تحتفظ وتتعامل بنفس العقلية ونفس الطريقة اللي بتتعامل فيها. الأردن اليوم بقي يحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إيران، يعني في سفير لإيران موجود بعمان، وفي سفارة للأردن موجودة في طهران، وكان في سفير تم سحبه في العام الماضي على خلفية الاعتداء على الملحقية أو القنصلية السعودية في أصفهان. لكن في علاقات دبلوماسية بين الأردن يحتفظ بشعرة معاوية مع إيران، لكن لديه وجهة نظر واضحة أن هنالك عمل تقوم في إيران يستهدف تحقيق نفوذ واسع بالمنطقة وأنها تتدخل بشؤون العربية. واللي كان يحكيه جلالة الملك سابقا قبل سنوات واللي أعاد التأكيد عليه أنه إيران ما يسمى بالهلال الشيعي. طبعا الملك لا يقصد الشيعة بمعنى أنه يتحدث عن مذهب، هو يتحدث عن الهلال الإيراني
الذي يستعمل الشيعة العرب. وهذا موضوع مهم، لأنه الشيعة اللي موجودين بالعالم العربي، سواء موجودين بالعراق، موجودين بسوريا، موجودين بالبحرين، موجودين بأي دول الخليج، هم مواطنين عرب. يعني الشيعة لما زيه في العالم العربي، في مسلم ومسيحي، في مسلم سني ومسلم مسيحي، مسلم شيعي، بمعنى هذا الأمر التعددية الموجودة حالة عادية موجودة. لكن اللي قام عليه المشروع الإيراني أنه استعمل القضية الفلسطينية بشكل واضح، واستعمل قصة عداوة لأمريكا وأنا الشيطان الأكبر. طبعا لما صار الاحتلال للعراق ب 2003، الأمريكان والإيرانيين تحالفوا ضد نظام الحكم في العراق، وأسقطوا العراق واحتلوا العراق، وبعدين إيران اجت لمت الطاولة كلها بعد ما خلصوا الأمريكان وسيطرت على العراق. بمعنى أنه استعملوا هذا الموضوع، واستغلت موضوع الشيعة العرب أنه أن تحول ولاء المواطن العربي من أي بلد لبلده، إلى أن تحولوا الولاء لإيران بحكم أنها فيها ولاية الفقيه، وأنه هي البلد مرجعية للشيعة. وهذه مشكلة لإيران بالمناسبة، مش مع السنة العرب، حتى مشكلة مع جزء من الشيعة العرب الوطنيين الشيعة العرب، اللي عندهم قناعة أنهم أبناء مجتمعاتهم ودولهم، وأن انتمائهم هو لدولهم، لكن الشيعة اللي أنها مذهب ديني لكن ليست لا تعني الولاء لإيران. وهذه مسألة خلاف حتى داخل الشيعة، وفي شيعة علمانيين وشيعة وطنيين لهم وجهة نظر مختلفة، وقريبين من العرب، موجودين بالعراق وموجودين في أماكن أخرى بالعالم العربي. المهم الإيرانيين، ما قالوا جلالة الملك مؤخرا أن إيران تحاول أن توجد رابط جغرافي، يعني مساحة جغرافية واحدة لنفوذها من العراق إلى سوريا إلى حزب الله، إلى مناطق نفوذ حزب الله، يعني من العراق إلى سوريا إلى لبنان، لأنه حزب الله بيسيطر في جزء من لبنان لكن في معسكر آخر بلبنان. وهذا الأمر، هذه الرؤية وهذا المنطق وهذا خلينا أسميه التصور الواضح عند الأردن لما تفعل إيران ولتدخلها اللي بيتم في العالم العربي، هذا الأمر أزعج الإيرانيين، فكان رد الفعل أو المسيء السيء من الأردن. الأردن طبعا ما أخذ إجراءات تصعيدية، إنما استدعى السفير الإيراني في عمان وأبلغ احتجاج الأردن على تصريحات هذا الناطق باسم الخارجية الإيراني، لكن بعد ذلك اتعامل بهدوء. يعني بجوز حتى الدولة ما عندها رغبة بالتصعيد الإعلامي بالموضوع، لكن بيظل أنه دائما الإيرانيين في مشكلة أردنية مع الإيرانيين، هي مشكلتهم مع العرب. الإيرانيين طبعا بالأردن حاولوا الدخول للأردن بمنافذ مختلفة، يعني قصة السياحة الدينية إذا بتتذكروا اللي انطرحت من منتصف التسعينات، أنه وكانوا يتحدث فيها الإيرانيين أنه أن يسمح الأردن للسياح الإيرانيين الشيعة يجوا لمناطق المزارات المقامات الصحابة في الكرك في مؤتة، يزوروا مقام الصحابي جعفر وزيد والآخري، وأنه يكون هذا السياح، ودائما بيغرونا أنه هاي بتجيب مئات الملايين من المورد السياحي. لكن الأردن كان بيدرك هذا الموضوع وبيعرف أن هاي زي مسمار جحا وزي مدخل واحدة من المخالب اللي إيران بتزرعها في الأردن، ومن خلالها بتنفذ إلى الساحة الأردنية بشكل أو بآخر. فكان الأردن عنده موقف واضح، لأن الإيرانيين جعلوا، هذه مسألة غايب الأهمية، الإيرانيين لم يجعلوا أمام أي طرف عربي فرصة ليثق بهم. يعني اللي بيفعلوه بلبنان، اللي بيفعلوه، يعني أنت عملية لما بتشوف إيران تصرف على حزب الله من الألف للياء، زي ما ذكرت أكثر مرة بهالبرنامج، إنه اللي قال حسن نصر الله إنه أكلهم شربهم رواتبهم ما أسلحتهم كلها من إيران، هل تعتقد إنه إيران تصرف كل هالمصاريف في لبنان فقط هيك لله؟ هي بتزرع نفوذ. وزي ما قالها سابقا قبل سنوات طويلة الأمير تركي الفيصل في محاضرة بالجامعة الأردنية، قال إيران نمر من ورق لكن مخالبها من فولاذ. وهذا أمر مهم، هي تحاول تزرع مخالب بالعالم العربي موجودة إلها، الحوثيين حزب الله إلى آخره، واليوم هي موجودة بسوريا. وزي ما أشار جلالة الملك أنه نحن ندرك أنه الحرس الثوري اللي بيقاتل مع بشار الأسد موجود على بعد 70 كيلو من الحدود الأردنية السورية، لكن أشار بوضوح كمان أن الأردن أبلغ الروس اللي هم اليوم يعني من يملك زمام الأمور في روسيا في سوريا، أبلغهم أن الأردن لن يسمح لطرف بالاقتراب من حدوده. بمعنى أنه الإيرانيين لديهم أطماع ومحاولات كبيرة وكثيرة لاختراق الساحة الأردنية لكن ما نجحت. فلذلك بزعجهم المنطق الأردني، بزعجهم الهدوء الأردني، وأيضا بزعجهم ذلك. احنا خلال الأيام الماضية بعد تصريحات جلالة الملك والإساءة والتعامل الغير الإيجابي أو التعامل السلبي من الإيرانيين، صرنا نشوف تقارير في وسائل إعلام إيرانية أو موالية لإيران في العالم العربي موجودة تحاول إساءة الأردن وتحاول الحديث عن الأردن بشكل سلبي. احنا الأردن دائما زي ما قلت يحاول دائما أن يبقي
علاقاته مع العالم علاقات متزنة، لكنه في نفس الوقت لديه وعي للآخر وما يفعل. اليوم يعني وهذا أمر جزء مزعج كثير لهم، بيدركوا جيدا أنه في تحول عند الإدارة الأمريكية الجديدة. يعني اللي آخر ما كانوا يقولوه الأمريكان في الأسبوع الماضي أنه أولوياتهم ثلاثة اللي هي داعش وبشار الأسد وإيران، وبيعرفوا الإيرانيين أنهم دخلوا، إذا الأمريكان كانوا جديين المرة هاي في الضغط على إيران بيعرفوا أنه يعني هذه مسألة راح تأذيهم بشكل كبير، وبالتالي بيحاولوا أحيانا يتعاملوا ببعض الأسلحة القديمة اللي موجودة. زي ما قلت، هي العلاقة الأردنية الإيرانية حذرة، كل محاولات الأردن للسير فيها إلى الأمام بعتقد أن الإيرانيين أفشلوها، ودائما الأردن لا يستطيع أن يدير ظهره لأشقائه العرب، ولا يستطيع ولا يمكن أن يدير ظهره لقضايا العرب. وبالتالي لما يتحدث جلالة الملك عن الهلال الشيعي، ومرة ثانية بقول ليس المقصود الشيعة بمعنى المذهب الديني الشيعي، إنما المقصود الهلال الفارسي اللي هو مناطق النفوذ الإيرانية. لما زي ما كلنا بنعرف وذكرت في هذا المكان، إنه لما بقول سليماني اللي هو من قائد الحرس الثوري الإيراني اللي بتجول ما بين العراق وبتجول في سوريا وفي بيروت، لما بيقول نحن نحكم أربع عواصم عربية في بغداد وفي دمشق وبيروت وصنعاء، لما بيقولها بهذه العنجهية، طبعا العرب بدهم يشعروا بالخوف ويشعروا بضرورة مجابهة هذا الموضوع. ما قاله الأردن أنه حذر من السلوك الإيراني، وحذر من أن السعي الإيراني بظل الوضع الحالي سعي يعني مؤذي للحال العربية، وبالتالي هم كان رد الفعل. وزي ما قلت الأردن اكتفى فقط بهذا الاحتجاج على ما قالوا الإيرانيين خلال هذا الموضوع. فبس حبيت أطل إطلال، وزي ما قلت احنا كمان يعني بالناش نأخذ الموضوع بشكل كبير. الإيرانيين يعني ما قصروا في الأردن، وكان عندهم محاولات كثير لاختراق الساحة الأردنية بشكل دائم، لكن الحمد لله ما كانت تنجح هذه المحاولات، وعندهم موقف من الأردن، وعندهم يعني سواء من خلال أدواتهم مرات اللي بالإقليم، لكن بنهاية المطاف يزعجهم ربما أنه هذا البلد ما زال مستقر وآمن، وأنه لم يتحول إلى واحدة من العواصم اللي يستطيع العبث فيها. احنا بنتذكر بال 2015 بعتقد أنه كمان المسؤول الحرس الثوري هذا الشخص كان يتحدث يقول أنه لو قام الثورة بالأردن فسنستطيع السيطرة عليها أو التحكم بها، بمعنى حالة العنجهية اللي كانوا يتحدثوا فيها في ذلك الوقت، أنه كأنه وكانوا يملك زمام الأمور بالساحة الأردنية. حاولوا يقيموا علاقات، وكان لهم أنصار أشخاص، وكانوا زي ما قلت عن طريق الموضوع الفلسطيني، لكن فشلوا أن تكون عمان واحدة من ساحات اللي تتبع لإيران، فشلوا أن تكون عمان واحدة من الأدوات الإيرانية أو الساحات اللي بيعبثوا فيها زي ما بيعبثوا في ساحات عربية أخرى، بجوز لطبيعة الوعي بالساحة الأردنية وما عندهم أدوات زي ما هم آخرين، وبجوز لأنه كمان اليوم حتى حزب الله اللي كان له شعبية بالعالم العربي بسبب حروبه مع إسرائيل، بعد الأزمة السورية تراجع هذا الأمر، حزب الله فقد الكثير من الناس اللي كانوا يقفوا إلى جانبه. بدي أفصل الموضوع السوري على جانب، لكن إيران دولة لا تبعت على اطمئنان لأي طرف عربي، ولما تفعله تحت الأرض وما يقلق ربما أكثر بكثير من ما هو فوق الأرض على الأقل بالنسبة للأردن. ويبقى الأردن زي ما قلت دائما لا يدير ظهره لأشقاء العرب، ويحرص على علاقات جيدة مع إيران، لكن بشرط أن على إيران أن تحترم الخيارات العربية وتحترم الخصوصية العربية، وأن لا تعبث بالساحات العربية كما تفعل. طبعا اليوم هي مش رادة وعندها نوع من لا يردعها رادع بسبب اللي موجود فيه، وبالتالي بكل بلد بده يدير باله على ساحته ومن الاختراقات ومن التعامل غير الآمن من قبل هذه إيران أو أمثالها من الدول. اسمحوا لي نتوقف الفاصل القصير ونرجع لحضاركم ونكمل بقية حديثنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، وبنكمل حديثنا اللي كنا نتحدث فيه عن الموضوع اللي سموه البعض التوتر الإيراني الأردني، يعني هو اللي خلنا نسميه الإساءة الإيرانية للأردن والوعي الأردني للمنهج الإيراني بالتعامل بالمنطقة. بدي أروح وأرجع شوي لموضوع متعلق بالأردن، وكان خبر خلال يومين الماضيات موجود ببعض وسائل الإعلام أنه المخابرات الأردنية خلال عام 2015 أحبطت، أو خلال الفترة الماضية من عام 2015 حتى اليوم أحبطت حوالي 16 عمل إرهابي كان التنظيمات المتطرفة بتنوي القيام فيها بالأردن. يعني من عام 2015 لحد هذه الفترة في تم إحباط 15 أو 16 عمل إرهابي، وأنه تم إحالة 160 شخص
إلى القضاء من الناس اللي بيشتغلوا مع داعش أو بيروجوا لفكر داعش أو من المناصرين لداعش في الساحة الأردنية. وهذا رقم يعني رقم يعني ما بدي أقول بس بأشر على حجم الاستهداف، خلينا أقول للساحة الأردنية، وبأشر على الجهد اللي بذلته وبتبذله هذه التنظيمات للاستهداف الأردن واستهداف الأردنيين بشكل أو بآخر، وبأشر على الجهد طبعا اللي بتبذله الأجهزة الأمنية، مشكورة المخابرات العامة، الجهات الأمنية المختلفة، القوات المسلحة، اللي بنهاية المطاف في تكامل بالجهد من أجل أن نصل في النهاية إلى استمرار استقرار الأردنيين وبقائهم في مسار الحياة الطبيعية الحياة الآمنة. بجوز هذا برجعنا شوي إلى موضوع مصر، التفجيرات اللي كانت في مصر خلال الأيام الماضية واللي تابعتوها وتابعوها الكثيرين، وحجم القتلى والجرحى من الناس اللي تم، لفت الانتباه. بجوز كان أحد الأقباط في بعض مواقع التواصل كاتب على صفحته على الفيسبوك أو يعني معبر، بيقول كاتب أنه لم يستوصوا بنا يا رسول الله. تذكروا أو ذكر بعضنا أنه في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحدث استوصوا بأقباط مصر، وأنه اعتبار في نسب ومصاهرة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أقباط مصر، ففي حديث كان يوصي المسلمين أن يستوصوا بأقباط مصر. طبعا الوصية العامة والسلوك المسلم العام، الوصية بكل أهل الكتاب الموجودين في المجتمع العربي والمجتمع المسلم هي، لكن الخصوصية الاجتماعية لأقباط مصر لأنه كان في نسب وصهر بين الرسول لسيدة ماريا القبطية اللي أهداها المقوقس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أنجب منها طفل اللي هو إبراهيم اللي توفي وهو طفل صغير، ونعرف قصته اللي معروفة بالسيرة أن الرسول عليه السلام بكى وهو يدفن ابنه إبراهيم، وقال المقولة الشهيرة إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا واحد اللي هو ابن ماريا القبطية، فكان في حديث يوصي المسلمين أن يستوصوا بأقباط مصر. هذا القبط المصري اللي كان اللي أسيء لهم وتم استهدافهم بالعدوان وبالعمل الإرهابي في حادثة في يوم أحد الشعانين يوم الأحد، اللي هو كتب لم يستوصوا بنا يا رسول الله. وهذا أمر مهم لأنه أنت مرات بتتخيل وبتشوف، وهذا المنطق، لأنه مرات حتى بعض اللي بيشتغلوا غلط قد ما بده يحاول يجمل صورته بتزبطش معه. تخيلوا أنه هذا الداعش اللي تبنت العملية بتبذل هذا الجهد وبتدبر ناس بشان يروحوا يقتلوا ناس بكنائس آمنين في يوم عيد وفي يوم مناسبة دينية، لكن في نفس الوقت مرة ثانية بدي أعيدها وأقول أنه إسرائيل مثلا لا يمسها شيء من أذى هذه التنظيمات. فحتى لو فرضنا، وهذا أمر طبعا خارج المنطق اللي بدي أقوله، حتى لو فرضنا أنه عند لديهم قناعة بضرورة قتل مثلا من هم في الكنيسة، ما أنوا الأولى بالقتل؟ طبعا الكنيسة مواطنين ومواطنين عرب ولهم كل التقدير وأبرياء، ولا يجوز تحت أي منطق، لكن لو في ذهن هذه التنظيمات المتطرفة هذا التفكير، إسرائيل خالية الوفاض ولا يصلها أي شيء من قبل هذه التنظيمات. تخيلوا قديش القتلى اللي صاروا تفجير كنيستين، وشفنا بالصور التسجيلات الكاميرات اللي كانت على باب الكنائس لعمليات التفجير اللي كانت تم، وكيف كانوا فجروا حالهم يعني اعضاء التنظيمات اللي موجوده. وهذا الجهد المبذول حتى تبعث الرعب، القصه احيانا قصه متعلقه باستهداف دول، يعني مصر من يوم الاحد لليوم مصر بتعيش حاله الأذى اللي لحق باقتصاد مصر أذى عالي جدا من هاي العملية. وهذا الجوانب يعني قديش أنت بدك تستنزف الدولة المصرية. لما نقول اقتصاد مصر بالمناسبة كمان الشعب المصري رغم معاناته الاقتصادية اليوم بده يتأذى. مصر اللي بتعتمد على السياحة اليوم في هذا الظرف، تخيلوا قديش الأذى اللي لحق بالناس وقديش لحق بالدولة المصرية، قديش صورة مصر اهتزت أمنيا نتيجة هاي الأحداث. فاللي بيفعل هذا الموضوع صحيح بغلفه بغلاف أنه يستهدف الناس اللي طبعا هم ما خلوا مسلم ولا غير مسلم بالاستهداف في الاخر، مش انه والله هو مركز على الاقباط ولا على المسيحيين، لا، ما هو باخذ بالطريق كان العمليات اللي بتتم بسيناء وببقيه دول المدن المصريه كمان بحق المسلمين. لكن تخيلوا قديش هذا الاذى الموجود. قالوا بيطلع صاروخ من جنوب سيناء امبارح الاثنين، بيطلع من صاروخ من جنوب سيناء باتجاه اسرائيل وما بصيبش حدا، يعني ابصر وين بينزل، باي بهالصحراء وين بينزل، لغايات انه يقول والله هاي التنظيمات المتطرفة بتضرب هون وهون. تخيل الجهد والتدمير والقتل اللي بتم في الناس، وهناك صاروخ بروح بهالصحاري لغاية التعمية، وزي ما بيقولوا بالعربية الفصحى لذر الرماد
في العيون. هذا الأمر اللي بتم. إسرائيل في نفس الوقت كنت حكيت سابقا عن التحذيرات اللي وجهتها إسرائيل لمواطنيها إنه ما يروحوا لمصر وما يروحوا للأردن وما يروحوا لألمانيا ولا أفغانستان لمدن أوروبية ولا تركيا. إسرائيل منعت مش حذرت منعت مواطنيها من الذهاب إلى سيناء، لكن تمنحهم حتى لا يلحق بهم الأذى. بس وين بده يكون الأذى؟ في أرض عربية، وبده يكون في مصر، أو بده يكون في مناطق أخرى. مش إنه الأذى بده يوصل للإسرائيليين وللمحتلين على الأرض الفلسطينية اللي بيحتلوها. تخيلوا المشهد قديش بيكون. حتى بالنظرية اللي بتبنوها داعش وهي التنظيمات، العدو القريب والعدو البعيد. هو العدو القريب اللي في برلين مثلا بتروح أو اللي آخر حادث دعس في ستوكهولم هذا في السويد، هو أبعد ولا تل أبيب ولا حيفا ولا يافا ولا نابلس؟ أبعد على داعش العدو القريب والعدو البعيد. لكن مرة ثانية بتعيدنا الذي يصنع هذا التطرق وبصنع هذا السلوك بالتأكيد، وبصنع هاي التنظيمات وبمولها، لديه رسالة ولديه غاية محددة. الدول التي تنجو من أعمال التطرف، لاحظوا في دول محددة منها إسرائيل، وما بدي أروح على الباقين. الدول التي تنجو من أعمال المتطرفين دول معدودة في المنطقة، لكن الباقين كل بصيبهم ما في دولة إلا تحت. وقبل شوي كنت أشير لحضراتكم للعمليات اللي أحبطتها المخابرات بالأردن، اللي هم 16 عملية من عام 2015 لليوم بشكل أو بآخر. فتخيلوا هذا المشهد اللي موجود، وهذا الأذى اللي كان اللي كان موجود بالصورة اللي شفناها خلال الأيام الماضية، واللي كانت بالتأكيد صحيح هي ضربة لمصر، لكن الغرب كمان جزء أكيد رح تلحق الأذى بالمنطقة كلها وترجع تهز حالة الاستقرار النسبية اللي كانت في المنطقة نتيجة العمليات الموجودة. اليوم مصر طبعا أعلنوا حالة الطوارئ بشكل واضح، ودخلوا خلال الرئيس المصري أعلن قبل أيام اللي هي حالة الطوارئ لمدة 3 شهور لمحاولة التعامل مع هذا الظرف الأمني اللي موجود. بدي أروح لقصة أخرى محلية بعيد عن 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 مصر وعن الإرهاب. بدي أروح لحادثة أكيد مرت علينا كلنا، اللي كانت جزء منها في الكرك وجزء بالرمثة، اللي تكسير يعني ناس في الليل يقوم وروح أكسر الكاميرات اللي موجودة اللي هاي اللي بتصور المخالفات. يعني أنا بفهم مرات إنه إحنا بجوز يكون عندنا ملاحظات على طريقة إنه والله بنعتقد إنه في مبالغة بالمخالفات، وإنه إن في بعض الناس بقول لك بيستقصدونا وبعضهم جباية، وبعض ممكن يمر الإنسان بحالات تكون عنده وجهة نظر. لكن المنهج لما حدا يفكر يصير تخطل إطلاق نار على 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 الكاميرات، أو يجي تعمد في الليل يجي هدها ويكسرها، هي العقل اللي بفكر بهذه الطريقة، هذا اللي بده مراجعة بآخر النهار. إذا كل طريقة تفكير عنا بدها تصير إذا ما عجبنيش خدمة حكومية أو ممارسة حكومية، يعني رحت أنا راجع إدارة الأحوال المدنية أو روح راجع مديرية زراعة أو مديرية أراضي، إذا والله شفت في شيء غلط فيها ولا شعرت إنه التعليمات فيها مش ضابطة أو شعرت فيها بعدم الإنصاف، أجي وأحرق النهاية وأروح بعديها وأمشي. هي الطريقة الموضوع. أنا ما بدي أناقش قناعات الناس أحيانا إنه بتعرض لعدم إنصاف في بعض المخالفات، ممكن، وهذه قصة إدارة السير بدها تتعامل معها بطريقتها. لكن إنه نصير احنا نتعامل مع المؤسسات الخدمة العامة اللي هي القضايا الخدمية للناس او القضايا المتعلقة بمؤسسات الدولة، اللي ما بعجبنا نكسره، اللي ما بعجبنا نطخ عليه، واللي ما بعجبنا نحرقه. هذه العقلية بعتقد اللي بدنا نراجعها ومش مقبولة بالتعامل ابدا. يعني اليوم اذا انت خسرت كاميرا لما بده خالفك بخالفك الشرطي، اذا السلوك مثلا مش عاجبك او السلوك في نوع من المبالغة او عدم الرضا. لكن انه نصير نفكر بهالطريقة، هاي بتوسع دائرة، هاي بتقودنا أحيانا لطريقة الفوضى الأمنية في الدول. اللي ما بيعجبه شغلة بيجي بيكسرها، بيجي بحرقها، بيجي بالليل وبيلحق فيها الأذى بحجة إنه والله بدهم يصورونا، أو حط عليها كرتونة بجوز بدي أعتبرها من باب إنه نوع من الفكاهة مرات. لكن افرض بكرة الجهات الأمنية مسكت الأشخاص اللي آذوا أو اللي ضربوا أو كسروا هاي الكاميرات وجابتهم وغرمتهم ثمن الكاميرات مثلا، بدنا نروح بده يروحوا الناس اللي حواليهم يترجوا لهم انه يا عمي الناس ما معها مصاري وما معها تدفع وما معها الى اخره. لكن عقلنا كاردنيين بده يصير يتعامل مع المساله، المنطق غلط، مش قصه موقفي من المخالفات. الموقف من المخالفات بده يكون صحيح، لكن مش هيك بنتعامل مع مؤسساتنا ومع خدماتنا الموجوده. ما بدنا نعمم الفكره ونعملها بطوله انه والله واحد بيعتقد انه اذا مر وكسر اشاره مرور عطل اشاره مرور اللي بتضوي بالطريق لانه والله بتعطل السير او شو هاي حاطينها اروح اكسرها، انه بيعتقد انه هذه المساله
بتخدموا فيها بطولة. لا، بالآخر خدمات الدولة هي ملك للناس، وعلاقة الناس بالدولة مش علاقة استخدام سلاح. لا الدولة بتستخدم سلاح ضد الناس، ولا الناس بيستخدموا العنف والقوة ضد المؤسسات وضد الأشخاص. في 100 طريقة وطريقة لحل المشاكل والتعامل معها، لكن إذا تسرب وخلق وصار ينتشر هذا الموضوع بشكل كبير طريقة التعامل، بعتقد أنه إحنا بنروح لمسألة فيها خطورة بطريقة التفكير. أنا برجع مرة بقول طريقة التفكير هي اللي بدها مراجعة منا من الناس، وبدها تعامل من قبل الدولة. بدي أختم بس بتغريدة كانت اليوم لجلالة الملك على تويتر على موضوع حوادث سير، بتحدث فيها أنه في كل نتيجة لعدم الالتزام بقواعد السير وتجاوزها دائما بنفقد على يعني مواطنين من الأردنيين، وهي يعني وجهة نظر إنسانية ورأي يعني جميل من جلالة الملك بالتضامن بهذه المسألة، وبيطالب الجميع بتحمل مسؤولياته. وبعتقد أنه ما يقصده جلالة الملك أنه كل جهة من الجهات، سواء كانت وزارة أشغال، وزارة إدارة سير، أي جهة من الجهات تتحمل مسؤوليتها، لأنه اللي صار بحوادث سير، آخر حادث سير بالمفرق مؤذي جدا، والضحايا اللي فيه وقبليه طريق الصحراوي وكذا. لكن اللي كمان اللي بحكيه جلالة الملك على تحمل المسؤوليات بيشمل التزام بقواعد السير من قبل من يقود المركبة، والتزام أيضا من قبل الحكومة إنه البنى التحتية والطرق أيضا تكون مناسبة، وإنها ما تكون واحدة من أسباب الحوادث. لكن إحنا شركاء بهالموضوع، الحوادث هذا الخسائر اللي مدفعها إحنا بهالمجتمع وزادت في الفترات الماضية بجوز ما بتدفعها دول بحروب. فبدنا ندير بالنا على حالنا شوي، وبدنا كل واحد يأدي واجبه، لأنه هذه الفجيعة يعني الأم اللي فقدت ابنها توفيت بعد بيوم في المفرق، وكمان هذه خسارة إضافية، لأنه حجم الأذى النفسي والإنساني اللي بيسببه حوادث سير لأهالي الضحايا كبير كثير، وحجمه على الدولة كبير كثير. فكل واحد زي ما قال جلالة الملك، كل واحد يؤدي واجبه، من السائق، من الدولة، من الأشغال، كل جهة تقوم باللي عليها، لأنه كثير إحنا بندفع ثمن لحوادث سير وتجاوزنا لقواعد السير أو عدم الاهتمامنا في البنية التحتية الموجودة. شكرا لحضراتكم على المتابعة، ودائما إن شاء الله بنلتقي وإياكم على خير، ودائما بتمنى لكم كل الخير والبركة، ونتمنى لبلدنا الأمن والاستقرار. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.